النسخة الثالثة الأبواب المفتوحة تأتي في سياق متصل نهجته المديرية العامة للأمن الوطني منذ الدورة الأولى اللي كانت دورة للتأصيل وللمبادرة وهي الدورة اللي انطلقت من مدينة الدار البيضاء وتلتها الدورة الثانية اللي كانت بمدينة مراكش وكانت دورة لتثبيت هذا الفعل التواصلي فيما اليوم نحن في الدورة الثالثة اللي هي دورة للتوطيد وتوطيد هذا المنهج وتوطيد هذا التوجه في الانفتاح على المواطن وفي القرب من المواطن بحيث أننا اليوم نحن في ساحة مالباطا في مدينة طنجة. الشرطة هي التي انتقلت إلى ساحة مالباطا، الشرطة هي التي تنفتح على المواطن، هي التي تفتح ذراعيها للمواطن وترحب بجميع المواطنين وكذلك بالأجانب والمقيمين. الدخول مجاني للأروقة ديال هذا الحدث الكبير، و كاين هناك مجموعة من الإضافات اللي تمتاز بها هذه الدورة على الدورتين السابقتين، خاصة من الناحية التواصلية، بحيث أننا كنلقاو أن المديرية العامة للأمن الوطني في هذه الدورة دارت أبليكاسيون اللي ممكن التحميل ديالها على الهواتف النقالة الذكية وعلى الألواح الإلكترونية اللي هي جي بي او بوليس، وممكن من خلالها أن المواطن يتابع ما يدور هنا من منزله ومن مكانه الذي هو فيه. كذلك كاين هناك قناة على اليوتيوب هي انشئت لنفس الغاية واللي فيها البث المباشر لكاع الفعاليات ديال هاد الدورة. كذلك هناك صفحة على الفيسبوك خاصة بالحدث هي ممكن ان المواطن يتبع، بحيث ان الابواب مفتوحة، هي مفتوحة لجميع المغاربة وليس لأهل طنجة فقط. ممكن اننا نتبعوا من مراكش، من العيون، من الداخله، من اكادير، من الحسيمه، من وجده، ممكن اننا نتبعوا ما يجري في الابواب المفتوحه ومن الدار البيضاء كذلك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.